السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل وإياكم النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل، ما زلنا في سورة الشعراء، وقد وصلنا وإياكم إلى الآية 160. نقرأ مقطعا من هذه الآيات ثم نبدأ في التفسير والتأمل والاستنباط. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا: إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات من سورة الشعراء، ما يزال ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا بإيجاز واختصار قصص الأنبياء والمرسلين. فبعد أن ذكر لنا قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه، وقصة نبي الله هود مع قومه عاد، ثم قص علينا قصة نبي الله صالح مع ثمود، وهؤلاء كان شأنهم الاستكبار والإفساد في الأرض. سيقص علينا في هذا المقطع قصة قوم لوط وقصة أصحاب ليكة. وكما سبق الذكر بأن كل قوم عندهم نوع من الفساد، فالأوائل
كان فيهم فساد العقيدة، وكان فيهم الاستكبار والتمييز الطبقي بين الفقراء والأغنياء، بين الأسياد والعبيد. لكن العيب الذي سيكون في قوم لوط هو فساد أخلاقي. الذكور يأتون الذكور، وبالمقابل النساء يأتون النساء، وهذا ما يسمى والعياذ بالله باللواط والسحاق. فعاقبهم الله تعالى لهذا الخلق السيء الذميم الذي تنزه عنه حتى الحيوان. ثم سيذكر لنا قصة أصحاب ليكة الذين كانوا أهل تجارة يبيعون ويشترون، لكنهم لم يكونوا يزنوا بالقسطاس المستقيم، كانوا يطففون في الكيل ويبيعون بالثمن الغالي ويحتكرون، وكانت لهم رغبة وشراهة كبيرة في المال. ذكرنا أيها الأحباب الكرام بأن سورة الشعراء هي أصلا موجهة إلى سيدنا النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يواجه في مطلع الدعوة الإسلامية صدا وردا من كفار قريش، حتى إنه كان يتألم كثيرا حينما يضيقون عليه الخناق. كان سيدنا النبي يشعر بشدة في نفسه وفي قلبه، فأراد ربنا عز وجل أن يسليه ويخبره بأن الأنبياء السابقين أيضا واجهوا شدائد كثيرة. ففي مطلع السورة ربنا عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسيمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي أنك يا محمد تشعر بضيق في نفسك وصدرك وتعاتب نفسك لأنهم لم يؤمنوا، وكأن الله تعالى يقول له لا حرج عليك، فإن الأمم السابقة أيضا واجهوا نفس المصير. الأنبياء والمرسلين دعوهم إلى التوحيد، دعوهم إلى التمسك بالدين القويم، طلبوا منهم أن يتركوا القيم الأخلاقية السيئة، ولكن منهم من آمن ومنهم من صد ورد الدعوة. فقص الله تعالى عليه هذه القصص، قصص الأنبياء. تحدثنا من قبل عن قصة نوح وعن قصة موسى مع فرعون وقصة هود وقصة صالح، الآن مع قصة لوط. نقرأ ونفسر. يقول ربنا عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. يبدأ القرآن الكريم بالنتيجة، كذبت قوم لوط المرسلين. هو رسول واحد، فلماذا ربنا يقول المرسلين؟ فالحق أن الرسل جميعا هم لهم رسالة واحدة، فكلهم متفقون على نفس المنهج، ليس هناك أديان. كلمة هناك أديان متعددة كلمة خاطئة، هناك دين واحد، جميع الرسل وجميع الأنبياء جاءوا بدين واحد من عند الله، وكل عصر وكل زمن وكل قوم انتشرت فيهم فاحشة أو نقيصة من النقائص يأتي ذلك النبي ليعالجها، مثل الطبيب المتخصص في حالة من الحالات. وكل الرسل إنما هم مبعوثين من طرف الله تعالى، يسمى موكب النور، يحملون لواء واحدا. وكل من كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل. لاحظوا أننا في عقيدتنا الإسلامية الغراء نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن المسلمين حقا إنه الدين الحق،
لأننا لا نفرق بين الرسل، نحن نؤمن بسيدنا موسى عليه السلام، نؤمن به ونقدره تقديرا عظيما، وقد ذكر في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة. ونحن نؤمن بسيدنا المسيح عيسى بن مريم، وقد ذكر في القرآن الكريم أكثر من 25 مرة، نقدره وربنا سماه روح الله، ونقدر كل الأنبياء. هذه هي العقيدة الصحيحة، أنك تؤمن بكل المرسلين وكل الأنبياء، وإذا قمت بالتنقيص بنبي واحد أو كذبت بنبي واحد ذهب عنك الدين. لهذا للأسف نجد بعض الأقوام من الديانات الأخرى لا يؤمنون بسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، ولهذا ضيعوا أنفسهم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. دعوة الأنبياء السابقين أولا هي في تقوى الله، ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط. لوط هو من قومهم وأخوهم وبني جلدتهم، عاش معهم منذ أن وجد في الوجود وعاشرهم ولاحظ فيهم أخلاقا ساقطة، فاختاره الله تعالى وبعثه إليهم لكي يرشدهم، لأن كل قوم لابد أن يكون فيهم نذير، ما من أمة إلا وخل فيها نذير، ويكون النذير والبشير من القوم، يتكلم لسانهم ويحدثهم بلغتهم ويفهم منطقهم ويراعي عاداتهم وأعرافهم ويوجههم إلى ربهم. إذ قال لهم أخوهم فهو منهم وإليهم، أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل الأنبياء دعوتهم إلى تقوى الله، إلى طاعة الرحمن، هذا هو المقصد الأساس من كل الديانات. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا المقطع تكرر عند الحديث عن قصص كل نبي من الأنبياء، دائما ربنا يقول هذا الكلام، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، ليؤكد بأن أهل الدين وأهل الدعوة لا تهمهم الأجور، لا تهمهم التعويضات، لا تهمهم المناصب، لا يهمهم الاعتراف بهم، لأنهم لا يعملون مع الخلق، إنهم يعملون مع الخالق، ولا ينتظرون أجرا من الخلق ولا ثناء من الخلق. وكل من انخرط في سلك الدعوة وسلك الإرشاد وأراد أن يسير في طريق الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين، ثم تجده يبحث عن متاع الدنيا ويتزلف عند كبراء القوم ليغدقون عليه من أموالهم، اعلم بأن هذا قد أساء كثيرا للدين، لأن أهل الأديان ودعاة الصالحين عبر التاريخ يتنزهون عن المال، يقنعون بالقليل، عندهم خلق القناعة بالقليل، ويؤمنون بأن العطاء إنما يكون من عند الله، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لهذا كان الصالحون أيام زمان يقولون إذا رأيتم العلماء يتزلفون عند أبواب الحكام فاعلموا أنهم ليسوا بعلماء، بل قالوا كلام سيء، قال اعلموا أنهم منافقين، لأن لا ينبغي أن يتزلف، وإنما ينبغي أن يبلغ ويدعو ويرشد ويعود إلى حاله وينتظر الأجر من عند الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ركز لوط عليه السلام على مشكل قومه، ما هو مشكل قومه؟ طبعا المشكل الأكبر هو مشكل الشرك ومشكل عبادة الأوثان، لكن هناك مشكل عم وطم في قوم لوط، إنه مشكل الفساد الأخلاقي. قال أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يا إلهي، أعظم خطيئة في تاريخ البشرية وقعت في قوم لوط، إنه انحراف بالنفس البشرية. صار قوم لوط يأتون الذكور، الذكور يأتون الذكور،
صاروا يصنعون نوادٍ، نادي دي كلوب، ويجتمع الرجال مع الرجال، وهذا الأمر ما سبقهم من أحد من العالمين. أول من قام بهذه الخطيئة هم قوم لوط، لهذا قال: أتأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. المفروض أن الرجل يكون له علاقة مع زوجته التي على سنة الله ورسوله، ولكن لا ينبغي أن يقع الذكر مع الذكر، بل أنتم قوم عادون، يعني أتنكحون الذكور من بني آدم وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم من أزواجكم. إنكم بهذه المعصية قد تجاوزتم ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام الشنيع. هذا انحراف خطير في الفطرة البشرية. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى لكي يكمل بعضه بعضا، وفطر كل منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمة الله ومشيئته في امتداد واستمرار الحياة عن طريق النسل. لماذا هناك ذكر وأنثى؟ ليكون هناك النسل. نساؤكم حرث لكم، المرأة حرث، وبها عن طريق العلاقة الزوجية ينشأ الحمل والأولاد والنسل. لكن حينما يقع العلاقة بين الذكر والذكر، هذا انحراف خطير، وهذا لا يرمي إلى هدف ولا يحقق غاية ولا يتمشى مع الفطرة السليمة. إن هذا يسمى شدودا. وللأسف الشديد أن هؤلاء الناس لما اعتدوا على الفطرة السليمة، ما الذي وقع في عهد لوط؟ لما أتى الذكور بقي النساء، فبدأت النساء أيضا تأتي النساء، فنشأ ما يسمى بالسحاق. السحاق، المرأة مع المرأة، واللواط، الرجل مع الرجل. وهذا خلق منفر، حتى الحيوانات العجماء البكماء لا تفعل هذا الصنيع. وكان أول من صنعه هم قوم لوط، ثم استمر في التاريخ. اليوم في عصرنا هذا هناك في العديد من الدول هناك تجمعات خاصة بمثل هؤلاء القوم، أناس منحرفون يقولون إن طبيعتنا هكذا وعلينا أن نعيش على سجيتنا. بل منهم من أنشأ قانونا حتى في الدول العربية والدول الإسلامية، لما يلقون الرد والصد والتضييق، منهم من هاجر إلى دول أوروبا وأمريكا حيث الحرية المطلقة، وصنعوا لهم تجمعات ومنظمات، بل عندهم مواقع، هناك مواقع خاصة للمسلمين، منهم ذكور مسلمين، سني أو شيعي، هو سني ومتدين لكنه في هذه الخصلة الدنيئة، وعندهم موقع. أول ما تزور هذا الموقع يبتدئك بحديث شريف يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويبدأ في سرد الآيات والأحاديث الضالة المضلة. وهناك منظمات غريبة تعطيهم تمويل لكي يفسدوا عقول الشباب، ويسمونها حرية فردية، يسمونها انطلاقا من القيود، والأصل أن هذا الشدود وفيه من الأمراض الخبيثة ما الله به عليم. وقد تبين في التاريخ أن كل مجتمع ساد فيه هذا الخلق الذميم والناس سكتوا عنه وتمادى بين الناس، يأتي العقاب. هناك عقاب يأتي ضروري ومؤكد. هذه سنة الله في الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وللأسف هذه الظاهرة في العهود الأخيرة بدأت تتكاثر تحت يفطة حقوق الإنسان، احترام حقوق الإنسان، احترام الحريات الفردية. والكثير من الآباء والأمهات، أعرف بعضهم يبكون بالليل والنهار. أعرف أبا رجل صالح وابنه كان يزور هذه المواقع، وللأسف وصلته العدوى، فصار الأب يبكي عوض الدمع دما بسبب هذا الخلق الذميم.
لما انتشرت هذه الظاهرة انتصب نبي الله لوط لكي ينصح قومه ولكي يذكرهم وينهاهم، فبدأ يدخل عليهم إلى النوادي وإلى التجمعات ويقول: يا قوم اتقوا الله واعبدوا ربكم. فماذا قالوا له؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه: إما أن تبقى معنا وتصمت، شوف اسكت، وإما أننا سوف نكيل لك تهمة بأنك إرهابي أو أنك متطرف أو شيء من هذا القبيل في ذلك الزمان ونخرجك من أرضنا، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فسيدنا لوط كان يعبر عن 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 كلامه ولا يهدده الطرد ولا يخيفه الطرد من البلاد، فكان يقول: قال إني لعملكم من القالين. القالين قال ترك، يعني تركت عملكم وأبغضته، إني لعملكم لمن المبغضين بغضا شديدا، لأنكم تقومون بشيء مخالف للفطرة نهى عنه رب العزة. فكما قال ربنا في آية أخرى، قال: أخرجوا آل لوط إنهم أناس يتطهرون. انقلاب المفاهيم في كل زمان، هناك انقلاب المفاهيم، الأعراف والتقاليد والمفاهيم الإنسانية تقلب، مثل منطق هيجل مع منطق كونت، كان يسير على قدميه فصار يسير على رأسه، هكذا هي القيم الأخلاقية تنقلب رأسا على عقب. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صارت الفضيلة وصارت القيم الأخلاقية تهمة وسبة، بها يطرد الناس من بلادهم ويخرجون. بعد أن بذل لوط عليه السلام جهدا كبيرا في الإصلاح، قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. كان يدعو الله تعالى أن ينجيه، لأنه علم بأن العقاب سوف يأتي. حينما يئس من استجابتهم لدعوة الله تعالى، طلب من الله أن ينقذه وأهله من هذه الأعمال والمعاصي القبيحة، خوفا من العقوبة التي ستصيبهم. وطبعا ربنا وضع سنة في الخلق، أن الخلق إذا لم يستقيموا تأتي عقوبة، هذه قاعدة في التاريخ. نحن نفهم واقعنا المعاصر وما نعاني منه في هذه الأيام، نفهمه بدراسة التاريخ الماضي. وطبعا كتب التاريخ ليست كلها صحيحة، لأن المؤرخ يكتب على هواه أو لإرضاء الحاكم أو لإرضاء جهة معينة، وقد يغير ويبدل، لكن التاريخ في القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، رب الكل. فإذا كتبه الله تعالى وسرده فهو حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الله تعالى باختصار يقول أنه قد وقع العقاب على قوم لوط وجاءت النجاة. من نجا من العقاب؟ نجا لوط عليه السلام وأهله، كان عنده بنات وكان عنده أولاد وكان عنده عائلة، أنجاهم الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين. من هي هذه العجوز؟ هي زوجته. سيدنا لوط ابتلاه الله تعالى بامرأة سيئة. ليس دائما الطيبون للطيبات والطيبين للطيبات والخبيثون للخبيثين والخبيثات ليس دائما، هذه قاعدة ربنا يطلب في الاختيار. لما تختار الزوجة لا بد للطيب أن يختار الطيبة، ولا بد للطيبة أن تبحث عن الطيب، لكن قد يقع العكس. فهذا نبي الله لوط من الأخيار الأبرار، لكن زوجته كانت فاسقة وكانت ناقلة للأخبار، كانت بياعة. ما يفعله لوط هنا، كتمشي تقول للآخرين: عندكم لوط سيفعل ويفعل، احذروا، تشتغل مع خصومه. وكان يعلم هذا الأمر، وربنا يستر. ولكن في الختام الله تعالى عاقبها مع القوم: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. لم تشاركهم في الإيمان فكانت مع الباقين في العذاب والهلاك. فقال تعالى: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
الله تعالى يخبر بأن الآخرين دمرهم جميع الذين كان يقومون بعمل أهل لوط سنين طويلة. وربنا يمهل ولا يهمل ويستر ويطلب منا أن من ابتلي فليستتر. في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه بمذنبين وخطاة، فماذا كان يقول؟ قال استتروا. اللي كان في شي فضيحة من الفضائح على الأقل يستتر، إذا ابتليتم فاستتروا. لكن أن تقوم بها جهارا وتنشئ جمعية أو منظمة أو هيئة باسم حقوق الإنسان وباسم الحريات الفردية وتأخذ تمويل من طرف منظمات عالمية معادية للأديان ومعادية للقيم الإنسانية، وتستغل وسائل الإعلام وتنشر هذا الفكر بين الناس، إنك تأتينا بالدمار. يكفينا ما وقع لنا من هذا العذاب الأليم الذي ذقناه في هذه الشهور الأخيرة. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ما هو العقاب الذي أصاب قوم لوط؟ لم يصبهم طاعون ولا وباء، وإنما أهلكهم الله تعالى بأن أنزل عليه من السماء، ليس مطر، أنزل عليهم حجارة مثل المطر، حجارة قوية جارحة كانت تنزل من السماء كالمطر فأهلكتهم. لهذا قال ربنا عز وجل فساء مطر المنذرين، أي قبح مطر من أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، وكان هذا فيه هلاك وتدمير لأجسامهم والعياذ بالله، دفنوا في الأرض. المطر لما كان ينزل حجارة يصيب الناس فيكسر العظام والرؤوس، ثم صارت القرية كلها مدفونة وتحتها الأشلاء، أشلاء البشر، إلى أن قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم يستمر الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الأعمال عند قوم لوط، فينتقل ويقول كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أصحاب الأيكة، من هم أصحاب الأيكة؟ إنهم قوم شعيب عليه السلام، كانوا يعيشون في موقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة. هؤلاء أصحاب الأيكة هم أيضا انتشر فيهم الفساد العقدي، فكانوا يشركون بالله ويعبدون الأصنام، لكن انتشر فيهم أمر خطير وهو التطفيف في الميزان والتلاعب بالأتمان وأكل أموال الناس بالباطل، لم يكن همهم الفساد الأخلاقي. لاحظوا أن هناك من همه الرغبة الجنسية ولا يهمه المال، وهناك العكس، من يهمه فقط المال، جمع المال واكتناز المال ولا تهمه الرغبة الجنسية، وهناك من يجمع بين الصفتين والعياذ بالله. قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دائما يبدأ بأنه رسول من عند الله وخبره فيه الأمانة، لا يكذب، لا يغير، لا يبدل، فاتقوا الله وأطيعون، يطلب التقوى لله عز وجل وطاعة أحكامه. ودائما يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، لأن هذه تهمة لصيقة بأهل العلم وأهل الدين والأنبياء والمرسلين. كل من أتى بيدعو الناس إلى الإيمان يتهمونه بأنه يبحث عن الزعامة أو يبحث عن الرياسة أو يبحث عن جمع المال أو يبحث عن كذا. فربنا يكرر هذا المبدأ حتى يرسخ في أذهان أهل الإيمان، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، لأن المال إذا دخل إلى أهل العلم فسد علمهم، إذا اجتمع المال والعلم فإن المال قد يؤثر على العالم وعلى الداعية وعلى المرشد، فقد يغير ويبدل ويحرص على مصلحته ويخاف أن يضيع منه المال وتضيع منه الحضوة
ولهذا تجده يتنازل أو يتراجع خطوات إلى الوراء. فربنا يكرر هذا المقطع ليرسخ في القلوب والعقول. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما مشكلة قوم شعيب؟ مشكلتهم أنهم يتلاعبون في الميزان وفي الأثمان. قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا القوم مشكلتهم هي هذه، أنهم كانوا يتلاعبون في الميزان وفي المكيال، يأخذون بالقصر والغصب، ويأخذون ما هو زائد عن حقهم، ويعطون أقل للناس من حق الناس. كانوا يشترون البضائع بأثمان بخسة ويبيعونها بثمن مرتفع، ولا يعرفون حق الفقير والمسكين. هم كانوا في ممر القوافل التجارية يتحكمون في القوافل التجارية. القوافل التجارية اليوم هي بحل شركة الأسهم، عندنا شركات عالمية تتحكم في الأسعار وترفع الدرهم والدولار وتخفضه كما تشاء. هكذا كان أيام زمان، أناس عندهم تحكم في ممر القوافل التجارية. وقوم شعيب كان ذا صنيعهم، وتضرر الناس، فئة صارت تغتني بقوة، عندها أموال طائلة، وفئات عريضة لا تجد حتى لقمة الطعام، فصار هناك تمييز طبقي وتفاوت في الأرزاق. فجاء سيدنا شعيب، هو يدعو إلى الدين، لكن لابد أن يتحدث عن الدنيا. الدين ليس مجرد عقيدة وقبر ونشور وبعث وحساب، وأيضا الدنيا وما فيها من تجاوزات، وما فيها من ظلم، وما فيها من إفساد. لابد صاحب الدين أن يتحدث عن هذه الأمور ويتدافع من أجل الإصلاح. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ولولا دفاع الدفع سنة التدافع. فسيدنا شعيب كان يأمر قومه بأن يتعاملوا بالعدل والقسط، وأن لا يأكلوا أموال الناس بالباطل، لكن القوم كانوا يرفضون هذا الكلام، واعتبروا بأنه تدخل في شؤونهم. قالوا: يا شعيب، أنت لك الأمر الديني، قل ما شئت، ولكن إياك أن تتحدث عن أمر الدنيا، لأنه خاص بنا نحن الأسياد والتجار. كان يأمرهم فقط بحسن المعاملة، ويقول إن المعاملة الحسنة هي جزء من العقيدة الصحيحة. هؤلاء القوم كانوا لا يزنوا بالميزان العدل المستقيم، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وبعد أن يجمعوا الأموال يكثروا في الأرض الفساد بالنهب وبارتكاب المعاصي وتخويف الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طلب منهم أن يتقوا الله، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني خافوا ربكم عز وجل، وخافوا الأمم المتقدمة ما وقع لهم. اذكروا والجبل الأولين، يعني الأمم المتقدمة عليكم، اذكروا ماذا وقع لهم. نفس القانون الإلهي لا يتغير. كل قوم من يدرس علم الاجتماع أو يدرس علم النفس يخرج بقواعد عامة تحكم نظام النفس البشرية ونظام التجمعات البشرية. هذا استنباط عقلي من طرف بعض العلماء، وكان مؤسسه ابن خلدون في المقدمة في علم العمران، وأسسه أيضا علماء آخرين في الغرب، ولكن يبقى اجتهاد فيه أخذ ورد وصواب ونقصان. لكن القانون الإلهي لا يعتبر خطأ ولا نقصان، لأنه من عند رب العالمين الصانع، ونحن المصنوعات. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي الأمم المتقدمة عليكم، ماذا وقع لهم. فبدأ سيدنا شعيب ينصحهم ويرشدهم، ويبحث عن أي تجمع إلا ويذهب
ويدخل في غمار التجمع وينصح وتبعه فئة من أهل الإيمان وأهل اليقين وخصوصا الفقراء والمساكين، لكن أصحاب المال والأسياد عادة يرفضون مثل هذه الدعوات لأنهم سوف يفقدون مصالحهم وامتيازاتهم ومكانهم وكلمتهم المسموعة. فأرادوا أن يتخلصوا من شعيب. بماذا اتهموه؟ اتهموه بأنه ساحر أو مسحور. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. اتهموه بأنه إما أنه مسحور، إنسان عنده خلل عقلي، إنسان يهذي هذيانا، وإما أنه هو ساحر أراد أن يسحر هؤلاء الفقراء والمساكين ويجرهم إليه ويكون أتباع. وقالوا له وما أنت إلا بشر مثلنا، لو كنت نبيا لكنت ملكا مثل الملائكة النورانيين، أما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب وتمشي في الأسواق وعندك زوجة وأولاد، أنت مثلنا. وإن ظنك لمن الكاذبين، مجرد كذب وبهتان فيما تدعيه من هذه الرسالة، دعوة النبوة عندك ساقطة. فقالوا له لو كنت صادقا يا شعيب أرنا عذاب الخالق. قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فبدأ ينتظر عقاب الله عز وجل وقال ربي أعلم بما تعملون، أنا مجرد نبي ومجرد بشر، ولكن الله تعالى من فوقنا ينظر ويسمع ويحكم، فلا تتعجلوا نهايتكم. فقال ربنا عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. لا إله إلا الله، يوم الظلة هذا يوم خطير. لما كانوا يستهزئون به قال لهم من أراد أن يتبع هذه الدعوة سيكون من الناجين، ومن رفض فعنده أيام معدودات وسوف يجد العذاب. كانوا يسخرون منه، قال أرنا هذا العذاب، يسمى يوم الظلة. ما هو العذاب الذي أصاب هذا القوم والعياذ بالله؟ ربنا أصابهم بحر شديد، حر خانق يكتم الأنفاس ويثقل الصدور. الحرارة تجاوزت 60 و70 درجة، الناس شعروا باختناق، هذا حر قوي. وفي لحظة تراءت لهم سحابة في السماء، سحابة تحمل بردا ونسيما عليلا، فصاروا يجرون ويجتمعون تحت السحابة لكي يستمتعوا بظلها ويستمتعوا ببردها ونسيمها وقطرات الندى. فاستظلوا بها وجدوا لها بردا، ولكن في الحقيقة السحابة ما هي إلا فخ من السماء، إذا هي صاعقة مجلجلة مدوية تفزعهم، التهبت عليهم نارا. السحابة عوض أن تمطر الماء التهبت عليهم نارا فأحرقتهم أجمعين، فكان هلاكهم جميعا في يوم شديد الهول. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك دلالة واضحة على قدرة الله تعالى في مؤاخذة المكذبين، عبرة لمن يعتبر، من أراد أن يعتبر بجلال الله وعظمة الله هذه آية. لكن سيبقى دائما أناس يشككون ويقولون هذا غضب الطبيعة وهذا تغير في المناخ وهذا نظام كوني، وينسون بأن الذي يحرك الطبيعة ويحرك المناخ ويحرك النظام الكوني المبدع والصانع لهذا الكون وهذا الخلق إنه رب العزة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي ربك عزيز في نقمته إذا انتقم من أعدائه، لكنه كريم بعباده الموحدين ورحيم بهم. هكذا أيها الأحباب الكرام تنتهي القصص، هذه القصص من سورة الشعراء 7 قصص، قصة موسى مع فرعون، وقصة نوح مع قومه، وقصة هود مع قومه، وقصة ثمود، وقصة شعيب، وقصة لوط. 7 قصص
ربنا عز وجل تلاهم على مسامع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كان يتأثر من أفعال كفار قريش، وكأن رب العزة يقول له: يا محمد، إذا كنت تواجه التكذيب والإعراض من طرف قومك فاعلم بأن الأنبياء السابقين أيضا واجهوا التكذيب والإعراض من قومهم، والخاتمة للمتقين. لهذا ربنا قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك معاتب نفسك باخع ألا يكون مؤمنين. إن نشأ، يعني قوم قريش ومن حولهم في ذلك الزمان، يا محمد لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا رحيم، ولكنه لا يعذب مباشرة، وإنما يأتي بعذاب خفيف، حتى إذا رجع الناس إلى ربهم وإذا تابوا إليه يرفع ربنا العذاب. أما إذا تمادوا في ذلك فإن العذاب يزيد. نحن في زماننا هذا لا شك أننا نعاني من هذا الفيروس القاتل المسمى بالكورونا. بعض الناس يقولون إنه ظاهرة طبيعية خلقها الله عز وجل كما خلق الظواهر الطبيعية، ويقفون هنا بمنطق عقلي تحليلي مادي. البعض الآخر يقول: لا، هو فوق كل هذا، هو جندي من جنود الله، وجاء لكي يردع الناس ويعيدهم إلى طبيعتهم البشرية المستقيمة، وينتصر الحق على الباطل، ويقتربون من ربهم، ويتركون عنهم المحرمات، ويتركون عنهم الشبهات، وينتظموا في السير نحو حبل الله المتين. الناس أشكال وألوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويرفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأقاربنا وجيراننا وكل من له حق علينا، واحفظ جميع عبادك المؤمنين. اللهم احفظنا من هذا الوباء، اللهم احفظنا من هذا الشقاء. اللهم إنا إليك تبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إننا نتوب إليك ونستغفرك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن كان ما أصابنا من هذا الوباء المسمى بالكورونا، إن كان قد أصابنا بسبب ذنوبنا وبسبب تفريطنا في الدين، فإننا يا ربنا ما فعلنا ذلك إلا لضعفنا، فإننا نعترف بخطايانا ونستغفرك ونتوب إليك، ونرجو منك يا ربنا أن تحشرنا مع الفرقة الناجية، مع أهل الإيمان واليقين، وأن تدفع عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا منه بالماء والثلج والبرد. اللهم يا رحمن يا رحيم، احفظنا في الذهاب والإياب، في الجلوس والقيام، في اليقظة والنوم، في الحركة والسكون، احفظنا واحفظ جميع عبادك المؤمنين. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.